وأما فيما يخص التحاق الرأي الشرقي بالمنتخب الوطني الجزائري، حسب ركازة تيفيراك دائما فإن هذا الأخير أبدى موافقته على الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري. فهل نرى مثل هذا اللاعب الرائع ذو إمكانيات كبيرة رفقته حسام عوار إيد نوري وشعيبي لإكمال حلقة النجوم المتحقين بالخضر شهر مارس المقبل؟ أهلا بكم. الرأي الشرقي يقترب من النادي الباريسي بي اس جي. لا كونفيونس دو بلون سافون فورم ريسونت لانتيريو دي بي اس جي شرقي سو كونفي. إذن بات التألق في 3 مباريات أخيرة لرأي الشرقي الفرق الجزائري. بي اس جي يؤكد التحاقه بالنادي الباريسي وذلك بتسكية من المدرب غالتي وكذلك من عدة نجوم أبرزهم مبابي والذي يميل لهذا اللاعب، خصوصا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة وسجل عدة أهداف في المباريات الأخيرة. في ثاني خبر، حسب صفحة لاغازيتي فيناك، من المرتقب تغيير مكان إجراء مباراة الجزائر والنيجر ضمن الجولة 3 من تصفيات كان الكوديفوار 2024 والتي ستقام في شهر مارس المقبل، حيث كان المقرر أو من المقرر إقامته في ملعب نيلسون مانديلا، ولكن طرأ تغيير في مكان إجراء هذه المباراة حيث من المرتقب إقامتها في عنابة.